سكندري النادي الاهلي ما اقدرش اقول الاهلي كان وحش في الملعب او اللعيبه ما ادتش، لا النهارده بالارقام الاهلي خلق كم فرص كبير جدا، لكن ما كانش فيه توفيق، لكن طريقه اهدار الفرص هي اللي كان فيها استعجال وصربعه. النهارده ان شاء الله هتتخلق فرص النادي الاهلي. ازاي النهارده لعيبه النادي الاهلي يعني تستغل، مش هقول الفرص، انصاف الفرص علشان تخلص المباراه دي؟ اول شيء طبعا يا اسامه، لعيبه النادي الاهلي اكيد هو عنده ثقه في ان هو ضيعت، فانا المره دي لا هجيب. شفنا الكلام ده مع حسين الشحات في بدايه المباريات، سواء السوبر الافريقي والسوبر المحلي، وبعدين اول ما بدا يهدف الامور بقت سهله يعني. فما اظنش ان هي هتبعد اللعيب ان هو يخاف، لكن احنا محتاجين اكتر تعاون، اكتر انكار ذات. ان انا لو انا هسجل بنسبه 70% وزميلي بنسبه 71%، لا يبقى زميلي افضل. دي كانت ظاهره الماتش اللي فات بشكل كبير، مع تفوق طبعا المهدي سليمان. محدش ينكر المهدي سليمان اتعامل مع بعض الكرات بعملاقه مش طبيعيه. كان يوم واليوم ده ده التوفيق وعدم التوفيق طبعا. زي ما احنا بندور على التوفيق لراس الحربه، ازاي يستغل الفرص، او اللعيب اللي رايح على الجون يستغل الفرص ويسجل، زي ما انت بتكلم على التوفيق برضو لمركز حراسه المرمى، ان النهارده يكون الراجل في يوم ويعمل مباراه كبيره هتقعد طبعا معاه في تاريخه لغايه لما يبطل يعني. من افضل المباريات اللي انا شفتها للهاني سليمان يعني. لكن المهدي سليمان مهم من استغلال الفرص والهدوء والثقه اللي عند اللعيبه والتعاون، ان احنا لازم نبقى متعاونين مع بعض، لازم نبقى شايفين بعض بشكل كويس. نبعد عن الجزء من الفرديه، وهو جزء من الفرديه، مش ان انا لعيب فردي. لعيب فردي ده يعني انا بحاول ان انا بدور على نفسي بس، لكن في وقت بنشوف الشحات بيشتغل مع طاهر، او نفس الكلام العكس، طاهر هو اللي بيشتغل مع الشحات او وسام. النهارده وجود كهربا، والناس لمت كتير على كهربا بعد المباراه انه ضيع فرص، ما حطوش لكهربا ان الراجل كان بعيد من فترة كبيرة. وعلى حسب برضو عقلية اللعيب يعني. الناس بتقارن ما بين طاهر كان بعيد ورجع لعب كان كويس وسجل، لكن ممكن يكون طاهر جوه نوعيته هو كلعيب ان هو بيتمرن كويس جدا، ما بيفرقش معاه ان انا هبتدي، ان انا مش هلعب، ان انا تحت الضغط. غير كهربا لما بيمر بظروف بتبقى ظروف صعبة، منها استبعاد، منها ترحيل من الامارات، منها خصم فلوس برضه اتعامل. انا شايف ان هو في اثناء المباراه هو نوع من انواع التوفيق وعدم التوفيق، ان اللعيب ان هو وصل للجون ده كهربا، انه يضيع الناس ده مش كهربا اللي بيضيع الفرص اللي هي كانت متاحه ليه الماتش اللي فات. اتمنى ان شاء الله ان النهارده يكون في يومه. مش هقول ان هو يستغل الفرصه، لان كهربا مش من اللعيبه اللي هي الصغيره انه هيستغل الفرصه النهارده ولسه قدامه مشوار كبير، لا كهربا لعيب كبير ويقدر ان شاء الله النهارده يترجم الفرص ان شاء الله اللي هتتاح ليه لاهداف يكسب منها هو كمان ثقة، خاصة ان هو عنده علاقة قوية جدا مع الجمهور، وحب الجمهور ده يا أسامة انت عارف طبعا بيديك دعم، وممكن دي من الحياة اللي بتبقى حاطة عليه هو ضغط، ان انا عايز اهدف عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، عايز ابقى كويس عشان خاطر جمهور النادي الاهلي اللي بيساندني. لكن اتمنى المساندة الكبيرة من زمايله جوه الملعب، والتوفيق النهارده يكون في صالحه هو طبعا، وطاهر وقفشة وكل المجموعة اللي هتروح على المرمى ان شاء الله يعني.